السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ هكون معاكم في الفيديو ده، هشرح لكم فيه شغل العملي اللي المفروض هتيجوا تشتغلوه في المعمل. بناء على طلبكم احنا خلينا جروب بي هو اللي هيحضر الأول عشان يبقى ماشي مع بقية المواد، ما تنزلوش كل أسبوع. فجروب بي هيحضر يوم الأربع والخميس 14 و15 4، وجروب A هيحضر يوم 21 و22. المفروض ان انتوا زي الترم الاول هتسمعوا الشرح كويس، بحيث ان انتوا هتيجوا في السكشن تشتغلوا على طول. قبل ما نبتدي انا حابة اتكلم في كام نقطة مهمين يخصوا درجات العملي، ويوضحوا لكم انتوا درجات العملي او ممكن تكونوا بتنقصوا في ايه. مبدئيا يا جماعة، هو ده الجزء العملي بتاع المادة. يعني ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان اغلب الدرجات بتكون على شغل العملي. شغل العملي ده اللي هو ايه؟ اللي هو انتوا بتيجوا تشتغلوه في المعمل. احنا ما بيبقاش عندنا final practical exam، تمام؟ انتوا بتيجوا في خلال السكاشن بتشتغلوا شغل عملي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان كل حصة بتكون درجتها كبيرة، السكشن بيكون درجته كبيرة. فانت لو غبت سكشن ما تقولش انه انا غبت سكشن واحد فما عنديش مشكلة، مش هيأثر قوي في الدرجات. لا، بيأثر يا جماعة، درجة السكشن كبيرة. وخصوصا كمان احنا بنعمل تعويض للحصص، يعني لو في اي حد غاب لأي ظرف بنعمل تعويض. حتى لو كان الشخص اللي غاب ده ما جابلناش اكسكيوز بسبب غيابه، احنا عملنا الترم اللي فات تعويض للحصص، والناس جت عوضت السكاشن اللي كانت فايتاها. طيب، بما اننا بنقول ان العملي عليه اكبر درجات، هو ايه العملي بتاعكم اصلا؟ هو شغل تايتريشن. انتوا بتشتغلوا تايتريشن وبتطلعوا اند بوينتس. طيب، انتوا اصلا كبار وفي سنه رابعه وعارفين كويس قوي ان الاند بوينتس دي ايه اللي بيتحكم في انها تبقى صح او غلط. الادوات والكاليبريشن بتاع الادوات. انتوا كل سكشن بينزل لكم الادوات اللي مطلوبه منكم، والمفروض ان انتوا تبقوا عارفينها وجايين بيها، تكون ادواتكم وعارفين انها كاليبريتد وتشتغلوا بيها. اللي بقى هيروح ياجر اي ادوات من اي مكان، سواء من بره الكليه او من المعمل، المفروض انه قبل ما يشتغل يتاكد ان الادوات دي كاليبريتد. دي مسؤوليتكم انتوا يا جماعه، الكاليبريشن بتاع الادوات عشان الاند بوينتس تطلع مظبوطه. طيب، بما اننا بنقول ان احنا كل سكشن كانه امتحان، انتوا المفروض لما بتشتغلوا بتملوا شيت، تمام، وبتسلموها قبل ما تمشوا من المعمل. هو احنا ينفع نسلم ورقة الامتحان بعد ما نمشي من الامتحان؟ يعني تمشي تطلع من الامتحان وبعدين تفتكر انك ما سلمتش الشيت فترجع تسلمها تاني؟ المفروض ان يعني كل واحد مسؤول عن نفسه، ان هو الشيت بعد ما تخلص السكشن تسلمها قبل ما تمشي. الليت شيتس اللي انتوا بتجيبوها متأخرة دي بتنقصوا عليها يا جماعه. طيب، بنبقى احنا حاطين instructions للمعمل، وان المفروض كل واحد يلتزم بميعاده. الناس اللي بتتاخر عن ميعاد السكشن بعد السكشن ما يبتدي ب10 دقايق قلنا انه بيتكتب ليت. الليت ده يا جماعه اتفقنا انه اول مره ليت انتوا مش بتنقصوا عليها، بس من تاني مره بتنقصوا من درجات العمل. الكلام ده بيتطبق فعلا. فالناس اللي بتفضل تيجي متأخر مرة والتانية والتالتة، يا جماعة الدرجات بتروح في الحاجات دي. الإكسكيوزز، إن أنت ما تحضرش في سكشنك، ليك برضو مرة إنك تاخد إكسكيوز. لو أنت أخدت المرة دي تمام ما بتنقص، بداية بقى لو خدت مرة تانية هتنقص من درجات العملي. بتاخدوا أنتوا الأزايز عليها السامبل نمبر، تمام؟ مفروض ان انتوا اول ما تاخدوا كده الازازه بتاعتكو والشيت قدامكو بتكتب اسمك على الشيت وتكتب السامبل نمبر على الشيت. يعني احنا بنشوف ان ناس كاتبه سامبل نمبر بتاعت الناس اللي جنبها، ولا معرفش بقى جايبه السامبل نمبر دي منين، طلبه يكتبوا نفس السامبل نمبر. الكلام ده كله بيضيع درجاتكم. اهتموا شويه بشغلكو، التزموا، وهتلاقوا ان الدرجات ان شاء الله هتبقى كويسه. طيب، دلوقتي يا جماعه انا عندي السامبل بتاعتي امينوفالين انجكشن. الامينوفالين دي بيبقى فيها حاجتين،
بيبقى فيها أول حاجة الأكتيف إنجريديانت بتاعنا اللي هو الثيوفالين، ده برونكو دايليتر، وبيبقى عنده مشكلة الثيوفالين ده إن هو السولوبيليتي بتاعته قليلة، poorly water soluble، فبيحطوا معاه additive، تمام، بيزود او فايدته ايه الاديتيف ده؟ عشان يزود الووتر سوليبيليتي بتاعه الاكتيف انجريديانت بتاعتنا. الاديتيف اللي محطوط ده ايه؟ الايثيلين دايمي. خلاص، يبقى انا عندي السامبل بتاعتي فيها حاجتين، فيها الاكتيف انجريديانت بتاعنا او الثيوفالين، خلاص، او الدراج، وبيبقى فيها اديتيف عشان يزود السوليبيليتي بتاعه الاكتيف انجريديانت اللي هو الايثيلين دايمي. الاديتيف ده ايثيلين دايمي. فأنا محتاجة النهاردة أشوف إيه؟ محتاجة أحسب أو أشوف كمية الأكتيف إنجريدينت اللي موجودة في السامبل دي، تمام؟ أبتدي أحسبها وأقارنها بالليبل وأحسب لها percentage recovery وأشوف هي within الأكسبتنس رينج ولا لأ، وأبتدي أشوف كده كمية الأكتيف إنجريدينت هتبقى accepted ولا rejected. وبحتاج برضو أحسب كمية الإيثيلين دايمين أو الأديتيف اللي محطوط. هو اديتيف بس لازم يكون له ليميت عشان ما يسببليش في توكسيسيتي. الليميت بتاع الايثيلين دايمين ده موجود في الفارماكوبيا. طيب، يبقى انا برضو محتاجه اشوف كميه الايثيلين دايمين اللي موجوده في السامبل دي قد ايه، واطلع الفاوند وابتدي اقارنه بالليميت، خلاص، واشوف لو الفاوند ده اقل من الليميت يبقى كده تمام الكميه دي اكسبتد، لكن لو اكتر من الليميت يبقى أكيد rejected. وأنا عشان أكسبت السامبل كلها لازم كمية الثيوفالين تكون accepted وكمية الإيثيلين دايمين تكون accepted، لكن لو واحدة فيهم rejected تبقى خلاص السامبل كلها بالنسبة لي rejected. طيب، نشوف البروسيدير بتاعت كل واحدة. أنا عندي الثيوفالين، لو بصينا على الستركتشر بتاعه هنعرف إن هو weak acid. الهيدروجين اللي موجودة دي بتعمل resonance مع الرينج، بتدخل في resonance فهي not available، فمعنى كده انها بتطلع بصعوبة، يبقى هي weak acid. خلاص، بما انها weak acid فانا هشتغل indirect acid based titration عشان اقدر اطلع كمية الثيوفالين قد ايه. هفكركم بفكرة indirect acid based titration دي، ان انا عندي الـ sample بتاعتي بتبقى weak acid وبحط عليها reagent زي silver nitrate. هو reagent ده ولا هو acid ولا هو base، بيتفاعل السيلفر نيتريت مع الويك اسيد بتاعي ويطلع لي نيتريك اسيد ويرسب لي سيلفر سولت. لو بصينا على النيتريك اسيد دي هنلاقيها ايه؟ هنلاقيها سترونج اسيد، يبقى اقدر اشتغل عليها تايتريشن عادي اجانست ان اوفر 10 سوديوم هيدروكسيد. طيب، هيطلع لي اند بوينت. انا دلوقتي ان دايركت اسيد بيس تايتريشن، هل باخد الاند بوينت واعوض بيها على طول في القانون؟ لو تفتكروا كنا الترم اللي فات قلنا ان الاند بوينت دي بتاعه اللي بتطلع من الاندايركت اسيد بيس تايتريشن لازم بضربها في حاجه اسمها فاكتور عشان اجيب الكميه فعلا اللي بتمثل كميه السامبل مش كميه النيتريك اسيد. طب الفاكتور ده كنت بجيبه منين او احسبه ازاي؟ كنت بشوف الايه، المول ريشيو بتاع الرياكشن. خلاص، لو انا المول ريشيو، لو انا عندي 1 مول من السامبل اديتني 1 مول نيتريك اسيد، يبقى كده انا ريشيو 1 تو 1، يبقى اقدر اضرب في فاكتور بتاعي اللي هو 1 ويبقى كده انا بعوض بالاند بوينت على طول. وده اللي حاصل عندي النهارده، انا المول ريشيو بتاعي 1 تو 1. هي الثيوفالين بقى فعلا بتطلع 1 اتوم من الهيدروجين والنيتريك اسيد فيها هيدروجين واحده بس برضو، فكده 1 تو 1، يبقى اقدر اضرب في الفاكتور بتاعي اللي هو 1، يبقى بعوض بالاند بوينت على طول. طب لو كان لا 1 to 2، المول ريشيو 1 to 2، يبقى كنت هعمل ايه في الاند بوينت؟ كنت هضربها في هاف او هقسمها على 2، تمام. طب لو كان الريشيو 2 to 1 يبقى كنت هعمل ايه في الاند بوينت؟ كنت هضربها في 2. خلاص يا جماعه، دي فكره الاندايركت اسيد بيس تايتريشن. انا عندي في الكيس بتاع الثيوفالين المول ريشيو 1 to 1، يبقى انا هضرب في الفاكتور اللي هو ب 1، يبقى كده معناها اني بعوض بالاند بوينت على طول. نيجي للإيثيلين دايمين أو البروسيدير بتاعة الإيثيلين دايمين. لو بصينا عنده 2 أمينو جروبس، يبقى هو strong base، يبقى هعمله إيه؟ direct acid base titration عادي، هعمله titration against n over 10
HCl هتطلع لي endpoint هعوض بيها في الحسابات وابتدي اطلع بالفاوند بتاع الايثيلين دايمين. بمعنى كده يا جماعه ان انا عندي الازازه بتاعتي هشتغل منها تجربتين. خلاص التجربتين دي كل تجربه بنشتغلها مرتين، فاكرين احنا بنكتب endpoint 1 وبنكتب endpoint 2 وكنا بناخد الافريج ما بينهم او الافريج بتاعهم لو الفرق ما بينهم اقل من 0.3. يبقى انا في الثيوفيلين هبتدي اشتغل التجربه مره واطلع الاندبوينت 1، مره ثانيه واطلع اندبوينت 2، وابتدي بقى اشوف الافريج بتاعهم لو الفرق اقل من 0.3 زي ما قلنا، وابتدي اعوض في القانون. ونفس الكلام للايثيلين دايمين، هشتغل واطلع اندبوينت 1 واطلع واشتغل تاني واطلع endpoint 2 وبرضه احسب لهم الافريج واعوض في القانون. يبقى احنا هنسحب من السامبل بتاعتنا كام مره؟ 4 مرات. خلاص ليه طلب يا جماعه؟ انتوا بتشتغلوها مرتين، تشتغلوها مرتين وتطلعوا endpoint 1 و endpoint 2. في ناس بتوضح لي في الشيت وتكتب لي endpoint 1 equals كذا و endpoint 2 equals كذا، ويبتدوا بقى ياخدوا الافريج بتاعهم ويحطوه في البوكس بتاع الاندبوينت ويبقى تمام. وفي ناس لا بتكتب لي على طول الافريج. انا طالبه منكم توضحوا لي بس في الشيت endpoint 1 طلعت لكم كام و endpoint 2 طلعت لكم كام. تمام يا جماعه؟ يبقى اكتبوا لي بس endpoint 1 كانت كذا، endpoint 2 كانت كذا، وابتدوا بقى انتوا احسبوا لهم الافريج عادي وعوضوا في القانون واكتبوا الافريج بتاعهم في البوكس عادي زي الترم الاول وكل حاجه. بس انا طالبه منكم توضحوا لي endpoint 1 و endpoint 2 بكام، يعني فوق كده على جنب حتى في الشيت من فوق جنب اسمكم كده. تمام، نقرا الشيت مع بعض ونطلع الحاجات الجيفن. تمام، you are provided with a 25 fold diluted solution of aminophenylalanine solution. 25 fold دي يعني ايه؟ طبعا ده الدايليوشن فاكتور اللي لازم بعد ما اخلص حساباتي اضرب فيه، يبقى انا لازم اضرب في 25. ده بالنسبه طبعا للامينوفيلين، بالنسبه للثيوفيلين والايثيلين دايمين، ما هما الاثنين في سامبل واحده والسامبل دي متخففه 25 مره، فلازم اضرب في 25. For injection with concentration of 0.25 gram per 10 milliliter. ده معناه ايه 0.25 gram per 10 milliliters؟ ده الثيوفيلين label. خلاص. It was prepared by dissolving thiophylline in a solution of ethylene diamine hydrate in water for injection free from carbon dioxide. The British Pharmacopoeia requirement is that the total amount of ethylene diamine should not exceed 0.295 gram for each of anhydrous thiophylline present. الجملة دي معناها ايه؟ ده معناه الإيثيلين دايمين ليميت. معناه يا جماعة ان ال 1 جرام من الثيوفيلين مسموح ان يكون موجود فيه less than or equal 0.295 grams من الإيثيلين دايمين. يبقى ده معناه ان او الليمت بتاع الايثيلين دايمين قد ايه؟ ان كل جرام من الثيوفيلين مسموح ان يكون موجود فيه 0.295 جرام من الايثيلين دايمين او اقل. تمام، ده الليمت. Accepted content of thiophylline is 75 to 85% of stated amount. ده كده الacceptance range. عايزه اكد على حاجه هنا برضو عشان ما تتلخبطوش في الحسابات. هو بيقول لي ايه؟ total amount of ethylene diamine should not exceed 0.295 gram for each of anhydrous thiophylline present، ودي قلنا معناها ان كل 1 جرام من الثيوفيلين المفروض يكون فيه موجود 0.295 جرام او اقل من الايثيلين دايمين. طيب انا لسه هحسب كميه الثيوفيلين اللي موجوده في السامبل بتاعتي، انا لسه هحسبها خلاص وهطلع فاوند ثيوفيلين. يبقى انا المفروض هعمل ايه؟ هحسب ليميت جديد للثيوفيلين. ما هو مش شرط يكون الثيوفيلين اللي موجود في السامبل بتاعتي 1 جرام، هي ال 0.295 دي مسموحه لل 1 جرام من الثيوفيلين. لا، هو الثيوفيلين ممكن يبقى اكتر في السامبل بتاعتي، ممكن يبقى اقل، يبقى اكيد الليميت هتتغير. يبقى انتوا هتشوفوا بعد شويه في الحسابات انا هحسب لنفسي ليميت جديد للإيثيلين دايمين، وهقارن بقى الفاوند بتاعي من الإيثيلين دايمين بالليمت الجديد اللي أنا حاسباه. الليمت ده حسبته بناء على إيه؟ بناء على كمية الثيوفيلين اللي موجودة عندي في السامبل. والنهارده في الشيت هتلاقوا عندكم جيفن الإيكويفالنت بتاع الثيوفيلين والإيثيلين دايمين.
احنا كنا قبل كده الايكوفالنت بنحسبه، فاكرين قانون الايكوفالنت ده اللي هو كان مولكيولار ويت على ان سمول في 1000 في 1 اوفر ان كابيتال، كنا بنحسبه. لا هو النهارده وفر عليا وحسب لي الايكوفالنت، انا هاخده واعوض بيه على طول. فالايكوفالنت بتاع الثيوفالين ب 0.01802، والايكوفالنت بتاع الايثيلين دايامين ب 0.003005 جرام. نيجي للبروسيدجر بالنسبه للثيوفالين. احنا قلنا احنا indirect acid base titration، هسحب 20 مللتر من السامبل، هسحبها ببلب 20، هحط عليهم 20 مللتر من السيلفر نايتريت. سيلفر نايتريت لازم احطه بحاجه كاليبريتد برضو، فانا حامله البيورات بتاعتي بسيلفر نايتريت، هنزل 20 مللتر في اول كونيكل، وانزل احضر التو كونيكلز بتوعي، 20 مللتر في الكونيكل الاولاني وانزل 20 مللتر في الكونيكل الثاني، بحيث بعد كده هاخد البيورات وارمي السيلفر نايتريت اللي متبقي فيها واغسلها وابتدي احط التايترنت بتاعي. يبقى 20 مللتر سامبل ببلب 20، 20 مللتر سيلفر نايتريت بالبيورات، وبعد كده احط 7 دروبس من الانديكيتر بتاعي اللي هو ميثايل ريد، واعمل تايتريشن اجينست ان اوفر 10 صوديوم هيدروكسيد. الكالر تشينج عندي هيبقى من بينك، خلاص هوصل للترانزيشن كولر اورنج، بعد كده نقطه او نقطتين هيقابلني الفيرست يلو، اول يلو يقابلني كده هي دي الاند بوينت. نيجي للكالكوليشن، هو عاوزني احسب الكونسنتريشن بالجرام بير 10 مللترز. هعمل ايه؟ انا دلوقتي شغاله ان دايركت اسيد بيس تايتريشن، فعندي اند بوينت، اتفقنا ان الاند بوينت بضربها في فاكتور، انا الفاكتور عندي النهارده بكام؟ ب1، يبقى هعوض بالاند بوينت على طول. بضرب بعد كده في الايكوفالنت، والايكوفالنت مش هحسبه النهارده، هو جيفن عندي. لما كنت بضرب الاند بوينت في الايكوفالنت كده انا جايبه ايه؟ هو قانون الايكوفالنت ده كان بيقول لي كل ملي نزل من التايترن اتفاعل مع كام جرام من السامبل، فلما بضرب الاند بوينت في الايكوفالنت ببقى جايبه في كام جرام في السامبل فوليوم، في كام جرام في ال 20 مللترز. طب هل هو عاوز يعرف في ال 20؟ لا هو عاوز يعرف في ال 10 مللترز. يبقى بعمل ايه بعد كده؟ بضرب في الريكوايرد فوليوم واقسم على السامبل فوليوم، بضرب في 10 هو عاوز يعرف في كام جرام في 10 مللترز، واقسم على السامبل فوليوم اللي هو ب 20، كده انا جايبه في كام جرام بير 10 مللترز. فاضل خطوه واحده، طالما هو قال لي انه حصل دايليوشن للسامبل يبقى لازم اضرب في الاخر في دايليوشن فاكتور اللي هو بكام؟ ب 25. كده انا جبت الفاوند بتاع الثيوفالين بجرام بير 20 بير 10 مللتر، هحسب برسنتج ريكفري فاوند على الليبل في 100، الفاوند بجرام بير 10 مللتر، الليبل ب 0.25 جرام بير 10 مللتر، اقدر اقسمهم على بعض واضرب في 100 واقارن بالرينج. الرينج من 75 ل 85%، within الرينج يبقى كده كميه الثيوفالين accepted، out of range يبقى الثيوفالين كميته ريجكت. نيجي للإيثيلين دايمين، هو دايركت أسيد بيس تايتريشن، فهسحب 20 مللتر من السامبل ببلب 20، أحط عليها 8 دروبس من الإنديكيتر بتاعي برومو فينال بلو، وأعمل تايتريشن أجانست N over 10 HCl. الكولر تشينج هيبقى من يلو، هوصل للترانزيشن كولر جرين، وبعدين نقطة أو نقطتين هيحولوه لبلوش فايلت، كده أنا وصلت للإند بوينت. نيجي للكالكوليشن، هو عاوز يحسب الكونسنتريشن بتاع الإيثيلين دايمين في الـ 10 مللتر، جرام بير 10 مللتر. أنا دايركت أسيد بيس تايتريشن يبقى هعوض على طول بالإند بوينت، بضرب في الإيكوفالنت، الإيكوفالنت عندي جيفن زي ما اتفقنا. قانون الايكوفالنت اهو انا حاطاه لكم على جنب، هو مولكيولار ويت على ان سمول في 1000 في 1 اوفر ان كابيتال، احنا بنفتكره مع بعض تمام. طبعا احنا لو بنحسب الايكوفالنت هو بيبقى مديني المولكيولار ويت بعوض بيه بتاع، طبعا هيبقى الايثيلين دايمين على ان سمول، الان سمول دي كانت الفالنسي بتاع الرياكشن. لو خدتوا بالكم الايثيلين دايمين فيه 2 امينو جروبس، يبقى كده الان سمول بتاعته بكام؟ ب 2، لان دي كانت الفالنس بتاع الرياكشن بجيبه من بالانس كيميكال ايكويشن، هو النمبر اوف هيدروجين ايونز او هيدروكسيل ايونز اللي موجودين في او اللي ماشوا في الرياكشن تمام. فكده انا عندي الان، هو احنا دايما دايما في كل حاجه عدينا بيها سواء الترم الاول او حتى في الثيوفالين الان سمول كانت ب 1، انا كاتبه لكم دي هنا ليه؟ عشان الايثيلين دايامين هي الوحيده اللي الان سمول بتاعها ب 2.
في 1000 في 1 over n capital. ال n capital دي هي النورماليتي بتاعت الحاجة اللي اتفعلت مع السامبل، اللي هي أنا شغالة direct acid base titration، فدي النورماليتي بتاعت التايتريت. أنا النهاردة الإيكوفيلنت محسوب عندي عادي، مش هحتاج أحسبه، فبضرب ال end point في الإيكوفيلنت. كده أنا جايبة فيه كام جرام في ال 20 مليليترز، عاوز أعرف في ال 10 مليليترز فيه كام جرام، يبقى بضرب في required volume وأقسم على السامبل volume، بضرب في 10 وأقسم على 20. والسامبل بتاعتي هي نفس السامبل متخففة 25 مرة، يبقى هضرب في الايه في الدايليوشن فاكتور اللي هو ب 25. كده بالحسابات دي انا جايبة الفاوند بتاع الإيثيلين ديامين اللي هبتدي اقارنه بالليمت. طيب اتفقنا، هل انا هقارنه بالليمت اللي هو كان مديهوني في الشيت اللي هو 0.295 جرام ده؟ لا طبعا، احنا اتفقنا ان من الليبل او من الفارماكوبيا عرفنا ان ال1 جرام من الثيوفيلين المفروض يبقى فيها 0.295 جرامز من الايثيلين دايامين او اقل. فهبتدي اشوف الفاوند ثيوفيلين اللي احنا حسبناه في السلايد اللي فاتت، هبتدي احط الرقم بتاعه هنا تمام، واشوف ده المفروض يكون فيه قد ايه من الايثيلين دايامين، يبقى هحسب الليمت الجديد بتاع الايثيلين دايامين. بعد كده هاخد الليمت ده واعمل بيه ايه؟ اكمبير بقى الليمت ده بالفاوند ايثيلين دايمين اللي انا لسه جايباه فوق، واشوف كده كميه الايثيلين دايمين اكسبتد ولا ريجكت. واتفقنا ان السامبل كلها هتبقى اكسبتد لو الاثنين ايثيلين دايمين والثيوفيلين الاثنين اكسبتد، لكن لو واحده فيهم ريجكتد تبقى السامبل كلها ريجكت. وده كده يا جماعة جزء من الشيت اللي هيتسلم. تمام، أنا مزومة على الجزء اللي أنا عايزة أتكلم عليه. عاوز أقول إيه في الحتة دي؟ هو دلوقتي إحنا بنعمل أساي للثيوفيلين وللإيثيلين دايمين، والثيوفيلين هنطلع له N.1 وN.2 ناخد الأفريج زي ما اتفقنا. تمام، ونفس الكلام للإيثيلين دايمين. طيب يبقى يا ريت لو سمحتوا لما تيجوا تحطوا الN.1 بتاعتكو بتاعة الثيوفيلين تتحط في المكان او في البوكس بتاعت الثيوفيلين. تمام، وبالنسبه للايثيلين دايمين برضو احط الان بوينت بتاعته في مكانه. لو سمحتوا ما تعكسوش، ركزوا كويس. الان بوينت بتاعت الان دايركت اسيد بيس تايتريشن اللي تخص الثيوفيلين نعوض بيها في جزء الثيوفيلين، وبعد كده نعمل الكالكوليشن بتاعته. وبعد كده الان بوينت الخاصه بالايثيلين دايمين اللي هي الدايركت اسيد بيس تايتريشن اعوض بيها في البوكس بتاع الايثيلين دايمين واعمل الكالكوليشن بتاعته. خلاص لو سمحتوا ركزوا في الحته دي وما تلخبطوش. بالنسبه للشيت هتجيبوها منين؟ هينزل لكم في على التيمز بي دي اف فايل، في الشيت موجوده وجاهزه، انتوا المفروض هتطبعوها وتيجوا بيها السكشن. خلاص يبقى انتوا تحضروا الشيت بتاعتكم بحيث ان انتوا تبقوا جايين معاكم الشيت، عشان ايه؟ مش بنسلم احنا ورق خارجي او اي ورق من اي كراسه، لا نطبع الشيت اللي هتنزل على التيمز وهي دي اللي بتتسلم.